في بني بلال فريق مكرون بلوين بعد مباراة قوية بين فريق مكرون وفريق صنداء ليج في إطار الدورة ديال القسم الثاني الأول البطولة البلجيكية المحترفة. أهلا وسهلا بك بلال. حاول ترفع الصوت شوية. بلال، أنت كتلعب مع فريق مكرون، كيف شفتي المباراة اليوم؟ Un bon match. Il y avait beaucoup d'occasions. On a eu des occasions, ils ont eu des occasions. Après, on a fait une vue, dommage. Mais voilà quoi. On a fait un bon match. تا نورمالمون كنت تلعب مع ايفانتيا دابا كيحطوهم على ليكيب الاولى غادي في ديسبريو سي سا اون فيونس اي ما دوني شونس دو سوفي بون سي سا في بليزير جي لي بري ابري دي دو مان اي فوالا كون جي كونتينيي اون فيرا بور لو واش كتشوف بلاصتك كاينه في الفريق الاول؟ نعم. والبلاصه ديالك كاينه؟ تا بلاصه ان شاء الله. دوك راني نخدم انايا ما بعليش، دوك راني نخدم ونشوف ان شاء الله نجيب بلاصتي. وكتشوف بان فريق مكرون يقدر يتصوب من بالكلاسمون. فوقاش ان شاء الله نشوفك تيليغ مع الكيب ان شاء الله. بيان ان شاء الله. كيف كتشوف النتائج ديال منتخب الجزائر المغرب تونس مصر؟ ما نتبعش بزاف المغرب، مي الجزائر نتبعهم باسكو كنت نلعب في اليوسما. وي كان نتبعهم راهم لولين نشوف فيهم من داك لي زاكسيون تاعهم راهم بيان. كيف كتشوف يعني النتائج ديال المنتخبات في كاس العالم مصر المغرب تونس؟ كيف واش قدموا شي حاجه مزيانه؟ مليحه سان نيفو سي 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 ليوروب لو موند دي de foot, c'est toujours basé, je pense que c'est plus basé sur sur l'Europe, c'est comme ça. Chocolat, chocolat, chocolat.